أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. والحمد لله، بفضل الله طبعا، ناس كتير اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل عربية 2018 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. العربية الشكل الجديد، العربية زيرو بره وجوه، ما فيهاش خرابيش، العربية بدون دهان نهائي، العربية المكنة بتاعتها والفكيس بحالة ممتازة، العربية فيها 2 كاوتش أمامي، العربية مش عايزة جنيه مصروف، العربية فيها فرنطونة وطقم جناب، يعني العربية فيها طقم عدة كاملة، العربية فيها طبلية ستانلس، العربية بدون أي مشاكل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. سعر العربية 251,000 جنيه. سعر العربية 251,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-900-76-502. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-900-76-520. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في أخبار جديدة وعربيات جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه، ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.